السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. اليوم غادي نحضروا مع بعض الدجاج بالأعشاب المنسبة والخضر. كيجي روعة. كنحتاجو القطع تاع الدجاج. انا هنا خديت هاد الرجيلة تاع الدجاج. ما تقدروا ديرو الدجاجة كاملة وتقسموها. هنايا عندي جلبانة، عندي بطاطا مقطعة، خزو مقطع دوائر، واحد البصلة مقطعة شرائح، جوج علب ياورت طبيعي، هنا اعشاب منسمه، جوج معالق كبار مطيشه ديال الحك، هنا ثومه، الملحه والبزار وزيت العود. كنبداو بسم الله. كنحكو الثومه، نزيدو مطيشة ديال الحك، نزيدو زيت العود تقريبا واحد 3 معالق ولا 4، نزيدو الملحة، البزار، نضيفو هاد الأعشاب المنسمة تقريبا واحد معلقة كبيرة عامرة. كنخلط هادشي كامل. كنحط هاد الطريفة تاع الدجاج ديالنا. ندخلو مزيان في هاد الصلصة اللي درنا اللي حضرنا بهذا الشكل. نخليهم على جنب. كناخدو واحد الصحن كيدخل للفرن، كنديرو الخضرة ديالنا، نحطوها عشوائية، بطاطا، البصلة هي الأولى، نزيدو الجلبانة، كتخلطو كامل عشوائي. تقدرو تخلطوهم في إناء يكون كبير، عاد تحطوهم في صحن الفرن بحال هاد الشكل. كندير هادو قطعين تاع الدجاج، نحاول انني نديرهم من الفوق بهذا الشكل. بهذه الطريقة هاد الصلصه اللي بقات لي غادي نضيف ليها نص كاس تاع الماء. كنحرك مزيان، صافي غادي نكبها هنايا على الخضره ديالنا. صافي بهذا الشكل كيف ما شفتوا، غادي نغطيها بورق الطبخ وندير ليها الالومنيوم الفوق وندخلها الفران حتى يطيب.